يشهد طقس مملكه البحرين حاله من عدم الاستقرار حيث تتساقط الامطار بشكل متوسط وغزير على مناطق متفرقه من المملكه مصحوبه بالرعد وهبات قويه وشديده السرعه من الرياح هذا وافادت اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات ان الحاله الجويه السائده بدا تاثيرها على المملكه منذ يومين ومن المتوقع ان تستمر حتى صباح يوم الثلاثاء موضحه ان حاله عدم الاستقرار هذه تكون في ذروتها اليوم مع وجود الفرص لتساقط الامطار الرعديه والهبات القويه للرياح محذره من ارتياد البحر في هذه الفتره نظرا لارتفاع امواج البحر بسبب الرياح المصاحبه